الاجتماعي لولاية مستغانم عملية توزيع قفة رمضان على 32 بلدية بالولاية بحصة لا تقل عن 3500 قفة موجهة لفائدة العائلات المعوزة بالمشاركة، كل من الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري. المزيد مع أنيس بن حلال. اليوم احنا في العملية الرابعة في إطار التضامن الوطني وتوزيع قفة رمضان اللي متكونة من 15 مادة أساسية على العائلات المعوزة مباشرة مع البلديات والكشافة الإسلامية تبعا لتعليمات معالي السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. تمنى الحصة الممنوحة في إطار ميزانية الدولة ل 3500 قفة. العملية جاءت في أحسن ما يرام بدون مشاكل، كل بلدية وكل دائرة تحصلت على الحصة تاعها، وكما ترى العملية لحد الآن مازالت جارية والأمور راهي جارية عاديا.